مثل طائر العنقاء الذي انبعث من وسط رماته. انبعث انقلاب طائرة البوينغ من وسط رماد انقلاب الصخيرات. وسط زوبعة الانقلاب التي يقوم بها عباب الآن، سيهرب أمقران من وسط القصر الملكي بالصخيرات. سيخرج للطريق السيار، جسده مليء بالكامل بالجروح والندبات. استقل الشاحنة التي ستوصله لقاعدة سلا الجوية، ومن هناك سيصعد للهيليكوبتر وسيهبط وسط القاعدة الجوية الموجودة في القنيطرة. محمد أمقران من مواليد سنة 1938 بالريف، سيتلقى تكوينه العسكري بمراكش، ومن هناك لمدرسة طور الفرنسية لضباط الصف، ومنها لمدرسة توليدو الإسبانية قبل أن يتخرج ضابطا من أكاديمية تكساس الأمريكية. بعدما التقى به الجنرال حمو مساء يوم الانقلاب، سيصبح أمقران مشكوكا في أمره، خصوصا أنه تمت إدانة الجنرال حمو، وأكيد أن أمقران سيصبح متهما فعلا في تلك الليلة التي فشل فيها انقلاب الصخيرات. وسيطلب مني أفقير أن ألتحق به في قيادة الأركان بالرباط. هل تظن على أنه شك بأنني كنت مشاركا في الانقلاب؟ سيحاول الوافي أن يهدئ من روعه ويهول عليه، وسيقول له: الجنرال أفقير حاليا اعتقل كل الضباط المشكوك في أمره، ولو كنت منهم لكنت الآن أيضا معتقلا لك. هنا سوف ينادي على اثنين من ضباط الصف، وهما مساعده السريسي والضابط المفضل ماغوتي، حيث سيوصلانه عند الجنرال محمد أفقير لقيادة الأركان بالرباط. وهنا وجد الكولونيل أمقران ضباط آخرين ينتظرون دورهم كي يدخلوا عند الجنرال محمد أفقير. وبعد مدة من الزمن سيأتي الدور على الكولونيل محمد أمقران، سيدخل عند الجنرال. وهنا أول شيء لاحظه هو أن الجنرال بيده اليمنى كأس من قهوة، وباليد اليسرى كان يمسك برشاش موضوع فوق مكتبه، ومعه حوالي 10 من الضباط التابعين له. سيتكلم أفقير وسيأمر أمقران وقال له: اجلس هنا أمامي. سيمتثل أمقران لأمر الجنرال، فإذا به يطرح عليه سؤالا مباغتا وقال له: هل كنت على علم بالانقلاب؟ أجابه أمقران وقال: لم أكن بثاثا أعرف بأمر الانقلاب. سيطرح عليه الجنرال سؤاله الثاني وقال له: كيف كانت علاقتك بالمذبوح؟ هنا سيجيبه أمقران وقال: الجنرال المذبوح من زوار القاعدة سعادة الجنرال، كان يأتي كي يلعب الغولف، وكان يدعوني كي أذهب معه بحكم أنني ريفي مثله. وكي أكون صريحا معك سعادة الجنرال، مرافقة الجنرالات الكبار تعطي لأي شخص قيمة وسط الجيش، وهذه كانت هي علاقتي معه. الذي يجب أن تعرفه يا سيادة الجنرال هو أنني لو أردت أن أشعل فتيل الانقلاب لكنت نظمته لوحدي، وأنت تعرف على أنه تحت مسؤوليتي الطائرات المقاتلة، وهي أسرع من الصوت، وهي على درجة عالية من التسلح المتطور، كما أنها تتوفر على طاقم مؤهل وكفء لجميع العمليات.
صمت الجنرال بضع ثوان وهو ينظر بعينيه الصغيرتين اللتين تخفيهما نظاراته السوداء. أمسك الهاتف من فوق مكتبه وسيتصل برقم مجهول وسيطلب من أمقران كي يرفع السماعة الثانية ويسمع المحادثة التي سيجريها الجنرال مع أحد الضباط. وهنا أمقران سيسمع أحد الضباط يؤكد للجنرال على أن أمقران فعلا مشارك وكان على علم بالانقلاب. سيقطع أفقير الاتصال وسيلتفت عند أمقران ويقول له: والآن أمقران، ما هي أقوالك في هذا الكلام؟ بدأ أمقران يبرئ نفسه وهو يحلف للجنرال أفقير على أنه ليست لديه أدنى فكرة عن الانقلاب وبأن زملائه يقولون هذا الكلام. فقد اتصل بالملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، وكان ذلك أمام أمقران وهو يسمع. أخبر الجنرال أوفقير الملك بأنه قام بتعيين الكولونيل أمقران كمسؤول على القوات الجوية. هكذا سيصبح أمقران هو ثاني أقوى رجل في القوات الجوية إلى جانب الكولونيل يوسي قائد قوات الأركان الجوية. ومن هذه اللحظة بالضبط ابتدأت سيطرة أفقير على أمقران. ستتوالى زيارات الجنرال بشكل ملحوظ للقاعدة العسكرية بالقنيطرة، سيمنحه اهتماما كبيرا للكولونيل أمقران، وبعد تقريبا 7 شهور من انقلاب الصخيرات سيقترح الجنرال أفقير على أمقران فكرة القيام بانقلاب آخر. وهنا سيعتقد أمقران في الوهلة الأولى على أن هذا فخ من أفقير، وعلى أنه ممكن أن يكون أفقير يضعه في تجارب كي يتأكد من إخلاصه. لذلك سيرفض أمقران في الأول وسيحاول التهرب، ولكن الجنرال أفقير سيلح عليه وسيعرف أمقران بأن هذا ليس بفخ أو تجربة، وإنما فعلا الجنرال مصر على الانقلاب، بحيث سيكشف له أفقير على أنه على تواصل مع المعارضة وعلى أنه يشاركه في معتقداته وأفكاره. وهنا ستكون بداية مشاركة أمقران الفعلية في الانقلاب. سيقترح أفقير في الأول على أمقران على أنه هو من سيقوم بالانقلاب وبطائرة واحدة بدون أن يشارك معه أحد، وذلك كي لا يقع له مثل ما وقع في انقلاب الصخيرات. وهنا يقولون على أن أفقير كان يريد أن تكون رقعة المشاركين في الانقلاب صغيرة كي يسهل عليه التخلص من أمقران بعد نجاح العملية أو حتى فشلها، وهذا ما سوف يتكشف فعلا في القادم من الأحداث. نبهه أمقران على خطورة هذه الخطة وعلى نقط الضعف الكبيرة التي تتخللها. اقترح عليه أن يشركوا معهم صديقيه الكوموندو الوافي والكوموندو غويرا، وكذلك اقترح عليه كي ينتظروا دفعة الصواريخ المتطورة التي كانت ستصل للقاعدة من الولايات المتحدة الأمريكية والتي نسبة الخطأ فيها معدومة. ولكن أفقير كان مستعجلا كما لو أنه كان خائفا أن يفتضح أمره. وفعلا كان هناك الكثير من المقربين للملك بدأوا يشكون في محمد أفقير، ومن بينهم مستشار الملك الحسن الثاني عبد الهادي بوطالب الذي قال في شهادته لبرنامج شاهد على العصر على أن أفقير دعاه لوليمة عشاء، وبعد أن شرب حتى الثمالة قال له: اسمع بوطالب، كن حذرا، البلاد
ستحتاجك قريبا. وهنا وبذكاء ملفت للانتباه سيحلل عبد الهادي مطالب هذا الكلام، وظل الليلة كاملة بدون نوم. وفي الصباح سيذهب عند الملك الحسن الثاني وسيقول له: جلالة الملك، هل تثق في أفقير؟ أجابه الملك: طبعا أثق فيه. رد أبو طالب وقال: إذا كنت جلالتك تثق فيه فأنا لا أثق فيه. جلالة الملك، خذ حذرك منه. أجابه الملك الحسن الثاني رحمه الله وقال: هل ما زلت تحقد عليه؟ هل صدرك ما زال مغلولا عليه؟ يجب أن تعرف يا أبو طالب بأن أفقير لا يذكرك سوى بالخير. وهكذا سيستعجل أفقير في خطته خوفا من افتضاح أمره. تمت الموافقة على الخطة وتحديد ساعة الصفر. كانت الخطة في أول الأمر تقضي بإسقاط الطائرة وهي متجهة لفرنسا، ولكن بما أن الملك قرر أنه سيأخذ القطار لمدينة طنجة ومنها سيسافر بالباخرة لإسبانيا، ستتأجل العملية لرحلة الإياب. في صباح 16 من غشت 1972 سيأتي الكولونيل أمقران في تمام 7 صباحا لقاعدة القنيطرة الجوية، حيث أنه لم يأتي إليها منذ اليوم الذي تم تعيينه كنائب القائد العام للقوات الجوية، وأسندت قيادتها آنذاك للكوموندون غويرا. سيدخل أمقران لمقصف الضباط وسيجد كل أصدقاء الأمس مجتمعين على طاولات الإفطار، وهنا سيمزح معهم قائلا: هل تعتقدون أنكم تخلصتم مني؟ ها أنا ذا قد عدت إليكم من جديد يا أصدقاء. فرح الضباط أصدقاؤه عند رؤيتهم له بحكم أنه قائدهم وصديقهم. وهنا توجه أمقران عند الرئيس صالح حشاد وأمره بأن يحضر 6 طائرات لتقوم بعملية مرافقة الطائرة الملكية التي ستصل اليوم للمغرب. سيمتثل حشاد للأمر، وفي قاعة العمليات سيوزع أمقران المهام على 6 من الطيارين هم الوافي وغويرا الذي سيرافقه كل من العربي وبخاليف، وصالح حشاد الذي سيرافقه كل من دحو وبوكر. هنا سيتدخل أمقران وسيقول لحشاد: قم بتغيير العربي بزياد، لأن العربي سينتقل اليوم لقاعدة مكناس الجوية. وفعلا سيمتثل حشاد لطلب أمقران وسيغير العربي بزياد. وهنا أمقران سيعطي أمرا للضابط مبارك الطويل كي يقوم بتسليح 3 طائرات. تدخل حشاد في هذه اللحظة وقال لأمقران: سعادة الكولونيل، ولكن لماذا سنقوم بتسليح 3 طائرات؟ سيقول له أمقران على أنه أصلا هذا هو القانون، لكن نحن من كنا لا نطبقه بعناية، ومن هنا فصاعدا يجب أن نكون جميعا عند حسن الظن. رمقه حشاد بنظرة فيها الكثير من الاستغراب وقال له: ولكن يا سيادة الكولونيل، إذا كنا سنطبق القانون فالأولى أن نسلح 6 طائرات بدلا من 3. وهنا أجابه أمقران بمكر وقال له: اسمع، نحن على عجلة من أمرنا وليس لدينا الوقت الكافي، فطائرة الملك ستدخل الأجواء المغربية قريبا جدا. جاءت ساعة الصفر وكان عناصر سلاح الطيران يستعدون للصعود لمقاتلاتهم. سيذهب الكوموندون غويرا عند الملازم زياد واختلى به بعيدا وقال له: اسمع يا زياد، نحن الآن سنقوم بانقلاب
بواسطة المقاتلات. وبهذا كان زياد هو الوحيد بعد قويرة الذي يعلم بأمر الانقلاب قبل أن تقلع الطائرات من القاعدة. انطلقت المقاتلات الستة برئاسة صالح حشاد، خلفه كل من الملازم دحو وبن بوكر، أما قويرة فكان خلفه كل من زياد وبو خالد. في هذه الأثناء تحرك أنقران بمرافقة كل من المراقبان إدريس الدغوغي وعلال مهاج والنقيب محمد الوافي والنقيب العربي ولاد جودان شاف لامين، وتوجهوا نحو برج المراقبة بالقاعدة. وهنا سيجرى أول اتصال بين برج المراقبة بالقنيطرة والمركز الجهوي للسلامة الملاحية الجوية. سيظل أنقران كل برهة من الزمن يسأل المراقب الجهوي عن وقت دخول الطائرة الملكية للأجواء المغربية. هذا المراقب سيساوره الشك من إصرار برج المراقبة بالقنيطرة على معرفة وقت دخول ومسار الطائرة الملكية بالأجواء المغربية. وهنا سيتصل ربان الطائرة الملكية محمد القباج بالمراقب الجهوي الذي كان هو المرحوم الريحاني، وقال له: هل تستطيع منحي طريقا مختصرة من إسبانيا إلى الرباط؟ وكان في ذلك الوقت يوجد مسلك واحد اسمه الحمراء خمسة، والذي يمر فوق كل من ملقا وطنجة وتولتاء سيدي اليمني وصولا للرباط. سيسأل المراقب الريحاني الربان محمد قباج وسيقول له: هل أنت على علم بست طائرات حربية تنتظرك فوق سماء مدينة طنجة؟ وهنا وبالضبط سيتم كشف الانقلاب من طرف الربان القباج، حيث سيقوم الربان القباج بعملية الهبوط، وسيطلب من المراقب أن يأمر هذه الطائرات بأن تعود لقواعدها. دخلت الطائرة الملكية للأجواء المغربية، وكان أول من رآها ليوطنو دحو. سمع بعدها صوت قائد البوينغ الربان محمد القباج، وهو طيار ماهر كان في سلاح الجو قبل أن ينتقل إلى الطيران المدني. كان يتحدث عبر جهاز الراديو اللاسلكي ويقول: طائرات F5، طائرات F5، من أنتم؟ لم يهتم أحد بالنداء، وفهم الملك بسرعة بأن الأمر ليس طبيعيا وخارج عن المألوف. قبل أن يعود ليصرخ الربان: ابتعدوا ابتعدوا، جلالة الملك لم يطلب الحراسة، أعيد، أخلوا المكان، أخلوا المكان، أعيد، ابتعدوا، الملك لم يطلب الخفر. كان القباج يردد كلامه بنظرة غاضبة، ثم فجأة قال: لكن ما هذا؟ إنهم يجهزون القذائف، إنهم يجهزون القذائف، سنتعرض لهجوم، الطائرات الحربية تستعد للقصف. في هذه الأثناء سيلاحظ النقيب الوافي على أن أنقران يفرك يديه ويقول بصوت مسموع: أصبنا الهدف. وهنا سينظر المراقبون باندهاش كبير ببعضهم البعض قبل أن تتوجه أنظارهم وبنفس الدهشة للكولونيل أنقران. وفي هذه اللحظة بالضبط سيسمعون صوتا في الخلفية يقول للقباج: قل لهم أن الملك مصاب وأنت كذلك مصاب. أجابه القباج وقال: لا جلالتك، إنهم يسمعون كل ما يدور هنا بالطائرة. وهكذا سيستمر القباج في نقل كل التطورات ثانية بثانية لبرج المراقبة. لقد أصيب المحرك الثاني، توقف المحرك وشغل نظام إطفاء النار،
لم يتبقى لنا سوى محرك واحد. أتمنى أن تكون الذخيرة قد نفدت منهم. نحن نستعد للنزول الاضطراري. إننا نفقد الارتفاع. سيبدأ في هذه اللحظة جويرا بإطلاق النار، لكن المفاجأة الكبرى أن مدفعه تعطل. كان صوته يسمع على الراديو وهو يشتم آلته التي خذلتها لأنها ربما لم تشحن جيدا على الأرض، كما سيصرح فيما بعد قائد سرب الطائرات صالح حشاد في مذكراته. أنقذ بوخاليف وزياد اللذان علما بالعملية الانقلابية وهما في السماء الموقف بإطلاق النار على أحد محركات البوينغ 3. وعندما عجز جويرا عن تشغيل مدفعه الرشاش، قرر أن يقوم بهجوم انتحاري على البوينغ الملكي، وذلك على شاكلة الكاميكاز الياباني. وداعا يا أصدقائي، سأموت من أجل الوطن. كان هذا ما قاله جويرا في جهاز الراديو قبل أن يقفز بمقعده من الطائرة ليسقط عبر الباراشوت في منطقة قريبة من سوق الأربعاء الغرب، حيث سيلقي عليه الدرك الملكي القبض وتنجو البوينغ من عملية الاصطدام وتواصل تحليقها في السماء. بعد دقائق سيعود بوخاليف إلى مهاجمة الطائرة الملكية التي بدأت تفقد بعضا من علوها، وفي هذه الأثناء سيلقي الطيار الريفي بخزانه الرئيسي المليء بالكيروزين على البوينغ دون جدوى. كان يريد أن يشعل النار في جسم الطائرة الملكية التي بدأت تحلق على علو منخفض فوق أرضية قاعدة القنيطرة. في هذه الأثناء في برج المراقبة سيلتفت لجودان شافلامين عند أمقران وسيقول له: سعادة الكولونيل، يجب أن نعلن عن تدابير استعجالية لإنقاذ الطائرة الملكية. يجب أن نبلغ رجال المطاف فورا ونتصل بقاعدة سلا. هنا سيصرخ أمقران في وجهه بغضب وسيأمره بالتزام الصمت والسكوت، وسيقول له أنه ليس من حقه أو من شأنه التدخل. سيلح المراقبون على أمقران كي يتدخل، وهنا سيبدأ أمقران بالصراخ من جديد مثل المجنون وسيأمر الجميع بالصمت. سيقول لهم: لا أريد أن أسمع منكم شيئا، أنا قائدكم وأنتم ليس لديكم ما تقولونه لي. سيسود صمت الرهيب في برج المراقبة، وسينظر النقيب العربي إلى النقيب الوافي، وفي نظراته رمق الوافي العربي كما قال في كتابه: نظرت إلى العربي ورأيت في عينيه نفس الإحساس الذي كنت أحس به. أمقران خدعنا، خدعنا جميعا على طول الخط. في هذه الأثناء سمع صوت اليوتنو زياد الذي كسر الصمت في برج المراقبة وهو يقول: فشل الاقتراب من طائرة البوينغ، طائرة كوموندو جويرا خارج السيطرة، نجاح الخروج بالمظلة، منطقة سوق الأربعاء الغرب. في هذه اللحظة بالضبط قفز أمقران من مكانه وضغط على زر الراديو وأغلق القناة الخارجية وبدأ في الاستماع لوحده عبر السماعات التي يضعها فوق أذنيه. بعد مدة من الصمت أخبر الجميع على أن طائرة الملك سقطت، ولكن بعد لحظات سيصيح لجودان شافلامين وهو يشير بإصبعه للسماء. نظر أمقران وكل المراقبين والضباط في المراقبة باتجاه إشارة لامين، وما هي إلا لحظات حتى ظهرت الطائرة الملكية وسط سحب من الدخان الأسود تقترب من الأرض. كانت تبدو كطائر جريح يسقط من السماء.
بدا الكولونيل أنطران مذهولا لنجاة طائرة الملك. كيف لست طائرات حربية معدة بأحدث التقنيات وبالقذائف الصاروخية أن تفشل في إسقاط طائرة مدنية يقودها طيار محنك خبر سلاح الجو لأزيد من 20 سنة؟ وصلت الطائرة تحليقها نحو مطار الرباط مخلفة من ورائها سربا من الدخان سرعان ما تبدى مع رياح الصيف الحارة. ومن عجائب الصدف أن الطائرة الملكية وهي في طريقها مرت بالقرب من القاعدة التي قامت بالانقلاب عليها، وعلى بضع أمتار منها يتواجد السجن المركزي الذي يتواجد به كل من أدينوا من طرف المحكمة العسكرية في انقلاب الصخيرات. ولغرابة الصدف كانوا كلهم متواجدين في ساحة السجن وفي الوقت الذي كان فيه لاجودان شارف لامين يشير بإصبعه من برج المراقبة في اتجاه طائرة الملك. كانت أصابع كل المتهمين في قضية الصخيرات متوجهة نحو الطائرة التي تمر من فوق رؤوسهم قبل أن تختفي عن الأمطار. بعدها ستهبط الطائرة بسلام في مطار الرباط. سلام. كانت هناك في المطار نخبة من الوزراء والضباط السامين، من بينهم دريس بن عمر الجنرال المعروف في مغرب السبعينيات والذي سيصير بعد وفاة أفقير الرجل الثاني في الجيش. كانت هذه النخب تنتظر الملك الذي غاب 20 يوما عن المغرب وهي تجهل كل شيء عن محاولة الانقلاب. كانت الاستعدادات على قدم وساق، فرق من الجوق الوطني تنشد أغاني حماسية، وأفراد من الحرس الملكي تؤمن المكان، تظهر حينا وتختفي حينا آخر. وبالعودة إلى قاعدة القنيطرة كانت الأحداث قد تجاوزت الكولونيل أنقران الذي بدا مستسلما أمام الأمر الواقع. في هذه اللحظة سيتصل أنقران بمصلحة العمليات وسيأمر الشارجان شافع لا المهاج كي يقلع بطائرته ويتوجه لمطار الرباط سلا ويقوم بعملية استكشاف كي يجلب له معلومات تخص حالة الطائرة الملكية. بعد لحظات ستهبط طائرات العملية الانقلابية البراق الواحدة تلو الأخرى في مدرج المطار بالقاعدة باستثناء طائرة جويرا. وهنا أنقران ستخرج الأحداث عن سيطرته بحيث سيبدأ بارتجال ردود أفعاله. سيمسك بالمسدس في يده وسيتوجه عند زياد وأبو خليف وسيطلب منهم أن يعودوا لتسليح طائراتهم مرة أخرى ويرجعوا لإكمال ما بدأوه بعملية قصف ثانية. وفور وصولهم مطار سلاء الرباط قام الطياران بإطلاق النار على المدنيين وتوفي العشرات في حادث مأساوي. ثم بعد ذلك قنبلوا قصر الرباط بعنف لكن دون جدوى، فقد سلك الملك طريقا مغايرا إلى قصر الصخيرات بدل قصر الرباط. في مساء اليوم نفسه وصل أفقير إلى قصر الصخيرات الصيفي حيث وجد في انتظاره الملك الحسن الثاني مرفوقا بمحمد الدليبي الذي سيخلف أفقير على رأس وزارة الداخلية. ثم كان معه مولاي حفيظ علوي الحاجب الملكي الذي سيشكل سدا منيعا للحيلولة دون الوصول إلى القصر. أما أنقران فبعصبية كبيرة سينزع السماعات من فوق رأسه وسيضربها بعنف فوق الطاولة
وكان لا يزال يحمل مسدسه، وهذا ما جعل النقيب الوافي يعتقد على أنه مقدم لا محالة على الانتحار أمامهم، ولكن بالعكس سيلتفت إليهم وسيقول لهم بصوت قوي: اسمعوا، مهما يحصل ومهما كانت الظروف لا تفعلوا شيئا، وأنت أيضا الوافي لا تفعل شيئا، كلنا الآن معنيين، كل شيء سيتغير الآن، لقد أخفقنا في إصابة الهدف، ولكن لا تخاف، فالجنرال أوفقير سينهي العمل في الرباط. التفت بعدها أمقران عند العربي وقال له: اسمع العربي، لا تطع أي أوامر تأتيك من أي أحد إلا أوامر الجنرال أوفقير والجنرال الصفروي، هل تسمع؟ ثم وجه كلامه للوافي مرة أخرى وقال له: أما أنت فلا تحاول فعل أي شيء، فأنت تحت الحراسة. بعد أن وزع أمقران المهام وأعطى آخر التعليمات، توجه نحو الهيليكوبتر التي سيرافقه فيها ليوتنول يزيد. وفي هذه اللحظة بالضبط سيظهر زياد وبوخاليف اللذين هبطا للتو من طيارتيهما وهما يتخاصمان، بحيث كان يقول بوخاليف بغضب: زياد، كان يجب أن تخبرني أولا، لماذا لم تعلمني؟ كيف لك أن تدعني في غفلة وأنت تعرف ليس لك حق، ليس لك حق في هذا؟ انظر الآن إلى الوضع الخطير الذي وضعتني فيه. وهنا أمسك بوخاليف رأسه بكلتا يديه. ما الذي كان يعنيه بوخاليف بهذا الكلام؟ هل كان يعني هذا تأنيبا مباشرا لزياد على أنه لم يخبره بالانقلاب عندما أخبره غويرا كما قال لنا في البداية؟ على كل حال سيتوجه زياد في اتجاه الوافي وسيسأله عن أمقران، وسيقول له الوافي على أنه أخذ طائرة هيليكوبتر وتوجه جهة الجنوب. وهنا سيصرخ زياد بعصبية وسيقول: فعلها الغدار الخائن، هرب بكل تأكيد، بكل تأكيد هرب، ولكن أنا سوف أريه، سوف أريه من هو زياد، سأقوم بعملية الأرض المحروقة. وهنا توجه رفقة بوخاليف للمرة الثالثة وسيقومان بقصف مطار الرباط سلا والقصر الملكي بالرباط. وفي هذه الأثناء بعدما وصل أمقران بالهليكوبتر رفقة كل من اليزيد والعربي لمطار الرباط سلا، ووجدوا أن طائرة الملك سليمة، سيأمر قائد المروحية كي يتوجهوا لجهة الشمال. وصلوا لجبل طارق واستقبلهم ضابط بريطاني. أمقران سيطلب اللجوء بينما سيطالب الضابطين اللذين رافقاه بإرجاعهم للمغرب. سيبيتون تلك الليلة في فندق بالمدينة، وفي الصباح سيتم تقييدهم ووضعهم في طائرة وسيرسلونهم للمغرب. ستبدأ المحاكمة يوم 17 أكتوبر 1972، وكان عدد المتهمين الماثلين أمام المحكمة 220 ضابط وضابط صف في نفس المحكمة ونفس الأجواء التي مرت فيها محاكمة متهمي أهرموم مداني انقلاب الصخيرات، وبنفس صالح حشاد الذي كان قائد السرب الذي قصف طائرة البوينغ، من فضل ماجوتي الذي استعرض التحية فوق مطار الرباط سلا، علال مهاج الذي أخذ صورا للمطار ومعلومات عن الطائرة الملكية كما أمره أمقران، 15 سجنا لكل من بارك الطويل ومحمد الزموري بسبب تسليح طائرة F5 من طرف الطويل وأعمال مشبوهة من محمد الزموري،
بينما حكم على النقيب أحمد الوافي بعشر سنوات، والمراقبين الذين كانوا في برج المراقبة مع أمقران وهم كل من دروغ إدريس ورشيد لامين بخمس سنوات وثلاث سنوات على ما سمي بالبنادق الذكية، وتمت تبرئة الآخرين. في 13 يناير 1973 عند الساعة 3 صباحا ستسمع خطوات متثاقلة في البهو، سيتبعها صرير الأبواب التي ستفتح بهدوء. دخل المدعي العام رمضان بالعيادة عند كل المحكومين بالإعدام، يرافقه عدد كبير من الجنود والضباط. أيقظوا المحكومين من النوم وأخبروهم بالخبر المشؤوم. بعد ذلك أخرجوهم ليودعوا محاميهم ويسجلوا آخر طلباتهم. منحوهم الوقت الكافي ليتوضوا ويصلوا الصلاة الأخيرة لهم، ثم سيشرعون بعد ذلك في الترتيبات الإدارية وتسجيل طلباتهم، والتي ستكون عبارة عن طلب واحد سيشتركون فيه جميعا، وهو تسليم جثامينهم لأهاليهم، إلا اليطنو المداوي الذي سيطلب أنه يريد ترك ثلث منزله لخادمته اليتيمة ذات 12 سنة. مع مطلع الفجر تم اقتيادهم لساحة الإعدام بشاطئ شريحات الذي يتواجد بعد بضع مئات من الأمتار من القاعدة الجوية بالقنيطرة. تم ربطهم مع أعمدة الإعدام، ثم قاموا بالقرعة كي يختاروا أول المعدومين، وهو كان عامل مدينة القنيطرة آنذاك، ودائما ما كان يتردد على القاعدة الجوية بالقنيطرة. وفي اللحظة التي شد فيها وثاق أمقران، أشاح الجنرال بن سليمان بوجهه وبكى، وقام بنفس الشيء مع جويره.